في جو بارد وبدون جمهور وبتنظيم محكم، دخل اتحاد الحراش باحثا عن النقاط الثلاث التي تجعله سادس الترتيب. شباب بتنا الباحث هو الآخر عن ترميم المعنويات، استهل اللقاء بهجمة معاكسة لم يستغلها عطوش كما يجب. في الدقيقة الرابعة توزيعة بولخوة، وظهار يروض الكرة كما ينبغي، يقوم بالأصعب ويفشل في التسجيل في نقطة ضربة الجزاء. دقيقة أخرى حاول فيها المخضرم وقائد الشباب عبر مخالفتين مرتا جانبا. ظهار عاد وسجل بعدما سدد يونس كرة زاحفة ردها معزوزي وأسكنها ظهار الشباك. البتنيون حاولوا الخروج من منطقتهم حتى انتهى الشوط بهدف حراشي لصفر. في الشوط الثاني تكررت محاولة أشبال المدرب سليم عريبي في غياب الدكتور مشيش المعاقب، ومعها ضيع الحراشيون أكثر من فرصة، خاصة عندما توغل يونس وراوغ ثم قدم كرة لملال الذي أرسل صاروخية علت العارضة. قبل 20 دقيقة عن النهاية دخل منصور ونفذ ركنية وضعها فوق رأس بيطام الذي عدل النتيجة ومنح رفقاه الدافع للمواصلة. أشبال شارف المعاقب حاولوا أكثر من مرة وأخلطوا بين السرعة والتسرع. وفي الدقيقة 74 وزع الشنوفي بعد هجمة منسقة، ارتقى بن عمرة ووضع الكرة فوق العارضة. بن عمرة مرة أخرى سدد ومعزوزي يبعد الكرة التي رفضت اتحاد الحراش هذه المرة في غياب الثلاثي حراق عبدات وجغبالة. مباراة بدأت مثلما انتهت متعادلة وإن كانت بهدف لهدف. نظن باللي اليوم هذا هو واش كسبنا في الفريق تاعنا، هي الاراده اللي كانت اليوم، لان فريق اتحاد الحراش لعب كره يعني ممتازه ويعني اللي معروفه بها، يعني خلق لنا عده صعوبات خاصه يعني في التمريرات القصيره. نظن باللي اليوم اغتنمنا فرصه يعني باش سجلنا هدف من الركنيه، وهذه اللي هذا هو الحل الوحيد باش تسجل على اتحاد الحراش. لي سيبورتور ما كاش شو الماتش بارد، اون بليس احنا مع ايكيب لعبوا ما داروا والو، نص اوكازيون ماركاونا، جو بونس بلي كنا قادرين ماركيو اون بروميير ميتون، ديونا دي زوكازيون كنا قادرين ماركيو، بار كونتر هما ماركاونا سير بالاريتي. ماتش ليل سنا كيما نقولوا لي واش صرا لنا في الماتش تاع جياس كان رانا نخلصوا.